السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان الزنيتي يودي زميله بانون برسالة مؤثرة. ودع أن الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي زميله بدر بانون المنتقل للنادي الأهلي المصري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية برسالة جد مؤثرة. وقال الزنيتي في رسالته لبانون أنه غيفتقد صديق كان كيتقاسم معاه كل شيء في الفريق الأخضر، وشار أن سنة كرة القدم فرقت بيناتهم. وكتب حارس الزنيتي رسالة قصيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أرفقها بصورة كتجمعهم المدافع بدر بانون، قال فيها بالحرف: قدم لا للرجاء في موسم واحد، عشنا كل الأوقات والفترات بحلوها ومرها، تقاسمنا الانكسارات والأفراح، واجهنا الأزمات وحققنا الانتصارات والألقاب معا. كنت أخا صديقا قبل صديق في الملعب يقاسمني نفس القميص والفريق، سيكون من الصعب رؤيتك في مكان آخر ولكنها سنة كرة القدم. وختم أنا زنيتي تدوينة ديالو بالحرف: بالتوفيق لك يا أخي، فأنت تستحق الأفضل دائما. الرجاء يرفض عرضا بملياري سنتيم لتسريح نجمه. ورفض فريق الرجاء الرياضي العرض اللي قدمه احد وكلاء اللاعبين لمكتب مسير من اجل التخلي على خدمات مهاجم الفريق بين مالون وغيطا مقابل 2 مليار سنتيم. وضحت مصادر قريبه من الفريق الاخضر ان المكتب مسير رفض فكره التخلي على مالونغو، كما اخبر الوكيل صاحب العرض ان اللاعب الكونغولي كيتوفر على وكيل خاص كان وراء جلبه الرجاء قبل ما تسوء العلاقه بينه وبين اعضاء المكتب. وتوصل اكثر من لاعب رجاوي بعده عروض احترافيه، الا ان مسيري فريق الرجاء اكتفوا بالموافقه على رحيل بدر بانون للاهلي المصري فيما رفضوا التخلي على خدمات مالونغو وسفيان الرحيمي في الوقت الحالي. واكدت مصادر خاصه ان فريق الرجاء الرياضي يقدر يضطر لتسريح لاعب او لاعبين لتخفيف من الازمه الماليه اللي تفاقمت بعد منع الجماهير من حضور الملعب. المنتخب المحلي يحتفي بالرجاء ونهضة بركان. واحتفل المنتخب الوطني للاعبين المحليين بلاعبي فريق الرجاء الرياضي ونهضة بركان المتواجدين رفقة العناصر الوطنية في تجمع الإعدادي بمركز محمد السادس بالمعمورة. وجاء الاحتفال بلاعبي الرجاء ونهضة البركانية بعد تتويج الفريق الأخضر بطل المغرب المرة 12 في تاريخه، وتحقيق نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية المرة الأولى في تاريخه. ونابع الفريق الاخضر في الاحتفال المذكور ثنائي عبد الاله الحفريدي ومحمد المكعازي، في حين مثل نهضه بركان كل من زكريا حدراف عربي الناجي وعمر النمساوي اسماعيل مقدام زوير العروبي بالاضافه للوفدين الجديدين عبد الكريم بعدي وابراهيم البحراوي. مسؤول الرجاوي يطمئن لاعبي الرجاء على مستحقاتهم. واكد مسؤول الرجاوي ان المكتب المسير للفريق غيؤدي مستحقات لاعبي الرجاء في ايام قليله مقبله. ووضح المصدر المسؤول ان المكتب ما غيكونش بمقدوره اداء جميع المستحقات العلاقه بذمه الفريق، وضاف ان المكتب المسير غيؤدي 50% من المستحقات في حين غيصرف الباقي بعد توفير السيوله الماليه اللازمه. ووضح المسؤول الرجاوي ان المكتب المسير كيتفاهم وضعيه لاعبي الرجاء وكيشكرهم على التضحيات اللي قدموها وغيعمل قريبا على صرف مستحقاتهم كامله. نمر معكم فقرة ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية. مصدر: لا يمكن لمسؤولي الرجاء مفاوضة النفاثي بشكل مباشر. والدولة بعض الصفحات الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر مجالسة أعضاء من المكتب المسير لفريق الرجاء أدم نفاثي لاعب مولودية وجدة. وعلاقة بالموضوع أكد مصدر خاص أن إدارة الرجاء ما يمكنش لها مجالسة اللاعب المذكور ومفاوضته من أجل الالتحاق بصفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية. لسبب بسيط هو أنه كيربط بالمولودية الوجدية عقد كينتهي مع إزدال الستار على المنافسات الموسم الكروي المقبل. وتابع المتحدث نفسه أنه إلا بغى النادي استخدام اللاعب فخاصو يربط الاتصال مع إدارة الفريق الوجدي من أجل التفاوض على الصفقة. خاص: الرجاء ينافس الوداد على صفقة لاعب بارز. وقالت إذاعة أم أف أم أن فريق الرجاء الرياضي دخل في منافسة قوية مع الوداد لضم مدافع بارز في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر مطلع أن إدارة النصور الخضر تقدمت بعرض رسمي لضم سفيان البوفتيني مدافع حسنية أكادير خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الكروي المقبل. وكان فريق الوداد قدم أيضا عرض رسمي لضم المدافع المذكور، وذلك نظرا للمستويات المميزة اللي بصم عليه في السنوات الأخيرة رفقة الحسنية قبل ما يدخل مؤخرا فريق الرجاء الرياضي كذلك على خط الصفقة. وغينتهي عقد البوفتيني مع الفريق السوسي صيف 2021 بحيث كيسعى اللاعب المذكور لتغيير الأجواء وتأمين مستقبله، لا سيما أنه راكم تجارب مهمة رفقة حسنية أكادير والمنتخب المحلي. لاعب جديد قد يغادر الرجاء على سبيل الإعارة. وبات عبد الإله مذكور مدافع فريق الرجاء الرياضي هدف لمجموعة كبيرة من الأندية الوطنية اللي كتسعى الفوز بخدماته خلال الموسم الكروي المقبل. وذكرت عدة منابر أنه بعض أندية البطولة الاحترافية كتسعى لاستمالة عبد الإله مذكور من أجل ضمه لصفوفها خلال الميركاتو الصيفي الحالي اللي غيستمر لغاية نهاية شهر نوفمبر. وضحت المصادر نفسها أن فريقين من الدوري الاحترافي كيسعوا للظفر بخدمات اللاعب مذكور على سبيل الإعارة.
يذكر ان عبد الاله مذكور كيتعتبر نتاج خالص لمدرسه فريق الرجاء الرياضي ودرج في مختلف الفئات العمريه حتى وصل الفريق الاول وقدم اوراق اعتماده بشكل جيد خلال المنافسات الموسم الكروي الماضي وضرب مستويات مميزه وامام انديه كبيره من قيمه الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.